حسين يا نورا مستوحشين في الظلم يأتيك هذا النور في عالم القبر هيئ نفسك لمصيبة أمير المؤمنين اجي الحسين في عالم القبر وهو جثة بلا راس فيستغرب المؤمن وإذا بالإمام يتكلم من منحره يقول الإمام الحسين أنت طالما بكيت علي أنت طالما بكيت على أبي أمير المؤمنين فيسأل هذا المؤمن من تكون من تكون يا صاحب هالأنوار البهية قال لا ما تعرفني غريب الغاضرية يقول للحسين ما تشوفني بلا راس ومن نحر احاجي ما انت اللي ذي المادة مجنادي والي علي تبكي على مصابي يا شيعي شلون نخليك لاجلي يا شيعي لابس ثياب الرزية يقول للحسين لكن يا مؤمن خرجت من الدنيا معزز مكرم غسلوك كفنوك واروك في ملحودتك لكني انا الحسين خرجت من الدنيا لا غسل ولا كفن بعزة وجلال اهلك على التابوت شالو معزز مكرم واحفروا قبرك وارو لو من عقاب موتك على التربان خلوك مثل ثلاث ايام بيل غبره رميه يا مظلوم صوتك يا مظلوم يا مظلوم يقول للحسين بعزة وجلال أهلك على التابوت شالوك معزز مكرم واحفر وقبرك وارق لو من عقب موتك على التربان خلوك مثل ثلاثة أيام بالغبرة رمية يا مظلوم صوتك يا مظلوم مظلوم ما أسمع يا مظلوم أنا اللي ما حد بالخلايق مثلي يرتاح كم شاب شفت معفرين فوق لتراب ما حد تروع بالخلايق مثل روعي انا الشهيد اللي ذبحه وفي حضني رضيعي يا مظلوم